السلام عليكم، كي داير لاباس خوتي؟ شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الميساجات الزوينين والكلام الزوين. لا بلوبار سي دي ميساج زعما ساتيسفوزون، يعني عجبني الحال. الموضوع ديال اليوم اخوتي يعني عام على حساب الناس اللي كيجيو جداد لاوروبا ما كيعرفوا ما يديروا، وخاص الناس اللي كيجيو من فرنسا، اللي انا اللي كما انا عايش في فرنسا خوتي، دونك كنعطيكم نصائح ديال فرنسا. مي كانت هاد النصائح عامه يعني في جميع الدول الاوروبيه خصكم تكتادوا بعدو للنجاح في الغربه، للانتيغراسيون. شنو هي الانتيغراسيون خوتي؟ هو الاندماج. كل شيء الدول الاوروبيه كتسمعوا في هاد الكلمه اندماج. الاندماج يعني لا ريوسيت، لا ريوسيت كتسمى انتيغراسيون ريوسيت، هي اندماج ناجح. باش كيتمد الاندماج ناجح، ولكن في السنوات الاولى يعني من عام حتى لخمس سنين، هذه هي فتره الاندماج. هنا هذه فتره الاندماج هذه اخوتي بزاف 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 الناس اللي كيجيو من بلدان، من افريقيا، من بلدان المغرب وهذاك الشيء، يعني المغرب كنهضر على الجزائر تونس وهذاك الشيء، كتلقاهم دغيا كيجيبوا الربحه، دغيا كتلقى يجيبوا الربحه. انا عندي اصدقاء جابوا الربحه دغيا وهذاك الشيء، ما عرفوش كيفاش يتصرفوا هنايا في الغربه، يعني كيكون عليهم الضغط ديال الغربه، راه جديد هنايا ما مستحملش هنا، ولا في الجو ديال المغرب، ولا في بزاف ديال الحوايج، ملي كيجي كيتستريسا الانسان كيولي مغبون، خصو غير معامل. دونك هنا فين كيطيح الانسان في المشكل، انا غادي نحاول نعطيكم في هذه الفتره ديال 50 الانسان شنو خصو يدير باش ما يتجنب المشاكل. اللي جا مارياج، اللي جا مارياج راه نفس الشيء، اللي جا خدمه راه نفس الشيء، كيطبق هذا الشيء على جميع، حتى لي ستوديون كتطبق عليهم هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. اغلبيه ديال الاخر فين كيكون المشكله اخوتي في الانتيغراسيون، اللي هو الحلقه اللي كيطلعوا عليها الاوراق، والحلقه باش كتاخذ الاقامه الدائمه، والحلقه باش غادي تاخذ الجنسيه ديالك. يعني اي وسخه عندك في الملف الا 10 سنين كتولي من المستحيلات، والجنسيه كتولي من ابعد المستحيلات. بنادم عنده 5 سنين كيقدر ياخذ الجنسيه في البلدان الاوروبيه، منهم فرنسا، كاين دول اخرين 3 سنين، كاين دول اخرين بزاف كثر، اللي هي مثلا ايطاليا الاخر، كاين مثلا المانيا كانت 7 سنين، دابا بغاو 5 سنين. بزاف ديال الدول يعني الجنسيه كدور على 5 سنين ديال الاقامه، كدور يا هادي 7 سنين 3 سنين كذا. المهم لو مويان سي 5 ans d'existence sur le territoire فين راك عايش، 5 سنين. دونك فهاد 5 سنين هادي اش كيوقع للانسان؟ الانسان ملي كيجي دابا يا حارق يا عنده الوراق، نهضروا نبداو بالحارقين اخوتي اللي هما يعني الحلقه ديال يعني على مضاير الفيلم. الحراق اش كيوقع له؟ الحراق فهاد 5 سنين هادي كيمشي كيخدم شي خدامي اللي ما خصوش يخدموا، اللي يجبدوا له المشاكل. نقول لكم بحالاش، في هاد الخمس سنين هادي او ثلاث سنين او شحال ما مازال ما درتيش الوراق ديالك، اسمع هاد الكلام هذا. قبل ما دير الوراق ديالك حاول الخدامي ماشي اي خدمه تقبل عليها، كاين الخدامي اللي فيهم لو ريسك طالع، وكاين الخدامي اللي ما فيهمش لو ريسك طالع. مثلا نعطيكم انا الدري اللي هضر معايا، مثلا خدم مع شركه ديال لافيبغ، كيديروا لافيبغ اوكي مزيان، تيخدم مع واحد الباترون كيدير له لافيبغ وهداك الشيء، ما عندوش الوراق، زعم انه يمشي يخدم في لوتوروت. لوتوروت كيدوزو لافيبر في لوتوروت، لوتوروت من مكان حساس. علاش مكان حساس اخوتي؟ حيت كتجي له المراقبه بزاف، الكونترول ديال الجندارم، كيكون الجندارم، كيكون البوليس، كيكون الكونترول ديال لا سيكوريتي روتيير، كيكون بزاف ديال الكونترول. هذا دابا هو تجرأ انه يخدم ديك الخدمه. دونك جا الكونترول باق قال عطاونا الوراق ديال ليزابيليتاسيون، طلبوا له ليزابيليتاسيون، هادشي اللي كيعاود لي عاود لي الولد مسكين، وطلبوا له منين قال له ما عنديش، طلبوا له السيجور، عرفوا ما عندوش الوراق، داوه ضربوه بغرامه ماليه هو والباترون ديالو، ضربوه بشي 6000 يورو يمكن ولا 5000 يورو ديال الغرامه. دونك منين ضربوه ب 6000 يورو ولا 5000 يورو هذاك الاخر، قال له انت ما عندكش الوراق وكذا، وانا دابا منين نخلص لك هذه غادي نقطعك من الفلوس. دونك راه ولا هو وياه مدابزين على الفلوس، وميم طون الدوله عطاتو الكوتيف، عطاتو يعني عطاو له يخوي من فرنسا. يعني الانسان ماشي غير صافي لقيت الخدامي غادي اي خدمه تقبل عليها، لا، ممكن خدامي اللي كتشوف فيهم بحال دابا مثلا، خدامي اللي كيكونوا ريسك
بحال دابا الريستوره كتكون ريسك بزاف كيجيو لهم كونترول تاكزرت كيجي الريسك كيجيو له بزاف الكونترول هادو معروفين هاد الخدامي هادو اي حاجه بيبليك تيجيو لها الكونترول بزاف عندك اخوتي عاوتاني الخدامي اللي كيجيو لهم كونترول بزاف عندكم مثلا الشنطي والبني مثلا ملي كتكون البني فشي في وسط المدينه ولا حاولوا ما تخدموش في وسط المدينه وسط المدينه يعني هكا شي مرات كيجي الكونترول هادشي كنهضروا على اللي خدام في الكحل في الكحل ما عند ما داير لا مدرح لا والو كتكون خدام عليك ما بيك تجي كيطوقوا داك المكان ارانا لي كارت ارانا انت مع من خدام انت مع من خدام هنا بزاف ديال صحابي انايا تعرضوا لهاد المواقف هادو وتشدوا في هاد المواقف هادو دونك كنصيحه بعدو من الخدامين اللي فيهم لو ريسك طالع ماشي غير تسمع الفلوس وواسيد ولا كي انا شفتهم والله العظيم حركه كاين صافي ولا كاين نيغوسي سالير كاين نيغوسي اخويا راك مازال ما عندكش الوراق حاول بعد من الخدامين اللي فيهم لو ريسك هذا رايي الشخصي بغيتي تخدموا الله يعاونكم اخوتي في هاد الخدامي هادو غير انا كنعطيكم على رايي الشخصي كتجربه وبزاف ديال عباد الله هضروا معايا اللي وقع لهم هذه المشكله هذا حتى كيجيهم الاوكو تي اف عاد كيقول لك شنو ندير ودابا خصني عام وطاطا منين جات فيك جات فيك الحمد لله ما رحلوكش راه عطوك غير الكو تي اف كيدوز عام كيموت دابا راه بغاو يردوا في هذا القانون الجديد 3 سنين يمكن 3 سنين ديال عاد باش يموت بغاو يصعبوا كيصعبوا على الناس الاولى دونك اخوتي تجنبوا هاد الخدامي اللي فيهم لو ريسك هادو اول حاجه الخدامي اللي فيهم لو ريسك ثاني حاجه كتلقى بنادم دار لا كارت ديت وزعم كيولي كيزعم بها كيحسبوا راه عنده نيشان لورا حتى يبان له راه كدوز هنا كدوز هنا كيولي كيبغي يمشي للبولون بلو يشد شوماج كيبغي كيبان له يمشي تقيد في لاسيغونس مالادي تيبان له يدير الكريدي كيبان له يحل بها الكونت اخويا درتي باش تاكل شويه الخبز كل خبز غير شي شويه ما طمعش بزاف لحقاش الا طمعتي راه دابا بولون بلو ولا كاف وسميتو دايرين واحد السيستيم ديال اونتي فرود ولا اونتي بياس فو بابي دونك غير اون فوا كيدوزوها في الماكينه تيعرفوا واش اوريجينال ولا لا خو شحال واحد شدو شحال واحد ديكلارو بيه البولي شحال بهذه يعني الانسان كيولي كيطمع يدير شي حاجه اخرى الانسان مزور كارطه باش يخدم مشى زور حتى بيرمي زور بيرمي باش يصوب شدو قالوا له لقاو قالوا له شحال باش مقدده راه دوزوها حتى في يوتيوب واحد دوزوها في اذاعه فرنسيه شدو المهم دوزوه في سكانير دوك الوراق لقاوهم مخدومين بطريقه واعره ولكن راهم مزورين كيبقاو مزورين دونك قالوا له منين جبتي هاد الوراق هو عايش في فرنسا وزورهم جاب الوراق د بلجيكا تيخدم بيهم دونك قالوا له منين جبتيهم قال لهم راني درتهم هنايا في فرنسا بشحال 3000 يورو 1500 يورو البيرمي 1500 ديال لاكارت وكيسوق الكاميون وخدام وكذا يعني هذا سي ان ريسك اخوتي راه ماشي كاع يعني الانسان كيتسدوا له العينين حتى انه كيولي باغي ولا يسوق الكاميون ولا يشد الشونتيات ولا كذا راه تجي فيك يا اليوم ولا غدا من الاحسن اخوتي الناس اللي ما عندهمش الوراق اخوتي حاولوا تجنبوا الخدامه اللي فيهم لو ريسك هذه اول حاجه ثاني حاجه حاولوا انكم ما تزعموش بزاف في هادشي ديال الوراق انت صافي سمعتي فلان دار حتى انت دير لا انا كنقول لكم اللي يقدر يدير بشي طريقه من غير يبعدوا على التزوير ولا داكشي لا يسهل اللي كان داخل في هاد المعمعة هادي ما نكربش نهضر في هاد المواضيع حيت القناه وهادشي اللي دخل في هاد المعمعة هادي يحضي راسو انا كهادشي اللي نقول لكم حضيو راسكم ما تزعموش بزاف ما تمشيوش فهمتيني الا ما عندك شي مثلا السبيطار ولا داك الا ما عندك شي حاجه ضروريه يعني اللي خصك تدوز عليها ولا داكشي حاولوا حتى دوك لي كارت ما تبقاوش تستعملوهم بزاف هادو ديال الاد ميديكال هادو لحقاش الدوله ملي كتشوف تستعملها بزاف وعليك لي شارج بزاف اش كيديروا لك المره الجايه ما كيبغيوش يعطوك لا كارت وقعت لي انا شخصيا داويت بها السنان المره الجايه قال لك ما عندكش لي غوسورس ما كتدخلش راه خصك ديكلاري لنا لي غوسورس طق حيدوها لي المره الثالثه علاش لانني خدمت بها المره الثانيه خدمت خرجت منها الفلوس بزاف الكونت بونكير اخوتي الكونت بونكير جيد مهم الكونت بونكير اخوتي مابقاش تدخلوا وتخرجوا الفلوس
بزاف ملي كتكونوا في وضعيه غير قانونيه حاولوا انكم مابقاش تدخلوا الفلوس دير مو وهذاك الشيء، لانكم واحد الوقت كتسالوا كيجي لكم ملي كيشوفوكم ما كما خدامين ما والو او كيشوفوكم ما مديكلارينش الخدمه وكتشدوا مثلا دي الشيكات بحال هذا دابا اللي كيخدموا الفلاحه مساكين كيخدم مع شي واحد في الفلاحه فتالي كيمول الفلاحه تيحلوا الشيك تيقول اخو راه ما عنديش كيقولوا عطي لهذاك صرفوا لك ولا هذاك فتالي كتلقى راسك انت ما عندك فين تصرفوا ديما خصك تعطيه لشي واحد وهذاك الواحد كيقول لك انا راه غادي يسولوني عليه وهذاك الشيء واعطيني واحد 100 يورو كيطيروا منكم الفلوس طير منك هذا 100 يورو هذا 150 يورو راك والله الا كنعرفوا انا الدراري كانوا كيصرفوا لهم شيكات 150 200 يورو حشومه عليهم اصاحبي. المهم بيناتهم مي انا كنقول لكم مابقاش تشدوا الشيكات وتحطوهم في الحسابات ديالكم واخا حليتي قدر الله قدرتي تحل الحساب بالباسبور ولا بشي حاجه حاول انك ماشي صافي اللي قال لك عندك واش عندك الحساب ديال البنك عندي هاك هاك الريب صيفط لي اذا راه كنترولها وتعرفوا هذوك الفلوس ما كتعرفوش جيستي فيهم ما تعرفوش منين تجيبوهم ما عندكمش لي فيش دو باي ما عندكمش كونطرات الخدمه كتدخلوا راسكم في المشاكل. حاولوا الاخر الكونطات تخليهم عليكم بالثقه حتى تخدم وجيستيفي الخدمه ديالك تكون جيستيفي الخدمه ديالك ديك الساعه دخلوا الفلوس للحساب. انا دابا الشيكات ما بغيتش نشدهم على حساب حيتاش غادي تجيني كونترول غادي يقولوا لي منين جبتي هاد الفلوس منين جاوك هاد الفلوس منين جاوك هاد الفلوس خصني جيستيفيهم بروفي كونكورا اي سون ليغال الا لقاو بانهم راه فلوس نوار ولا داكشي راه غادي تخلص عليهم الضرائب وقدر يجيك انذار وقدر يدير لك انترديكسيون بونكير و5 سنين يحرموكم الكونط ويقفلوا لك الكونط ويقفلوا لك لاكارت ومشاكل مع الدوله وتقدر كاع توصل فيها البوليس وتوصل فيها دونك الكونطات اخوتي حاولوا ما تبقاوش تلعبوا بالكونطات ديال البنكة في وضعيه غير قانونيه حتى تريقوا المسائل ديالكم وراك برا ديك الساعه جيستيفيو الفليسات ملي كيجيو الخدمه ديالكم في البيضه ديك سيليكا. هذه اخوتي من ناحيه هادو تجنبوا هاد الشيء اللي قلت لكم لانه كيجيب عليكم الصداع كيجيب عليكم الصداع كما كيقول السوق. انا اخوتي تجنبوا ما تسوقوش الطوموبيل واخا يقول لك بنادم معاك سوق الطوموبيل سيدي ما عنديش الوراق ما نسوقش الطوموبيل ما عندك وراق مدرحي ما تسوقش الطوموبيل راه ملي كيشدوك راه كيتكونترولا نيشان راه تما كيجبدوا لك الوريقات ديال راه مازال في الخدمه الا جا كونترول الخدمه راه كونترول الخدمه سيليو صافي هذيك ولا راه كيجيو كيراقبوا على الخدمه واش مديكلاري على الخدمه. اما ملي كيشدوك صايق راه ما بقيتيش داخل في قضيه الخدمه راه بقى واش عندك اوراق نيشان ولا لا تما في كيديروا معاك التحقيقات كيضرب السميه ديالك تيضرب بيرمي ديالك تيطلع لهم السيد راه ما ريجستريش عنده دونك تجيب على راسك الصداع كتجيب على راسك تصداع المشاكل طقطق كتولي مضروب بغرامه ماليه وقدرت تضرب حتى عقوبه سجنيه ومن بعدها كتلقى راسك مرحل فبالتالي كتندم. دونك اخوتي كارميو ملي ما كاينش عندكم اوراق حاولوا تكرميو. انا اخوتي 3 سنين ما كندير والو علاش ما كندير والو الدراري راهم اصحابي جينا في نفس الوقت داروا والله العظيم اللي كان حراقه داروا الدور في البلاد ولكن فين راه شحال من واحد ردوا واحد دابا من هادو اللي كنقول لكم داروا الطيور راه مشدود علاش واخا كيخرج مع هذا وخا تخرج مع اخويا انا اش باغي فين انا نوصل ملك الله نمشي بشويه خوتي 3 سنين ديالك غير كتفوت 3 سنين في الدوله الاوروبيه اللي قلت لكم كيبدا يبان الاوراق تبداو يبانوا الوريقات. اما من عام هذاك كتلقى انسان اخوتي عام الله جا كيبدا كيهضر لك على الاوراق خصني نريقل خصني ندير خصني اخويا راك انت 30 عام جالس في بلادك ما كدير والو جيتي في عام بغيتي دير الوراق بغيتي تتزوج بغيتي دير الاقامه بغيتي تمشي تشوف والدك توحشتيهم انت 30 عام انت جالس معاهم كتولي داخل في الدوامات واحد الدوامه صعيبه ستريس ومن كالمي لي جو ديالك شويه عليك خدم راه هادشي جاري على جميع الدول اخوتي راه ماشي غير على فرنسا جميع الدول شويه عليك 3 سنين الاولى انا نصيحه مني ليك تعلم فيها اللغه خدم ماشي ما قلت لكمش خدموا خدمات فيت في مثلا غير باش تعيش ماشي تجمع ولا دير ولا شي حاجه بغيتي تجمع الله يعاونك داك شغلك. اما مثلا نقول لك الا بغيتي الا كنتي كتهتم بالوريقات اما الا كنتي كتهتم بالخدمه كاين انا كنعرف دراري مثلا كيقول لك جمون فوانا البابي ما عندي ما ندير بالوراق هذوك ما عنده كسر راه كيخدم نهار كيتشد كيمشي هو وفلوسو للمغرب زيد تيني ولكن اللي عنده هدف يعني بغى يستقر هنا وبغى يدير يريك المسائل ديالو وكات السيتوياسيون ديالو راه بهذه الطريقه اخوتي باش الناس كيوصلوا رانا جالس مع الناس وهضرت مع الناس تلقى الناس بعقلهم فهمتي كيقول لك لا انا ما نسوقش حتى ندير الوريقات
كاين اللي كيقول لك لا ما نخدمش حتى ندير الوريقات، لا ما نسافرش حتى ندير الوريقات، لا كاين اللي كاين اللي ماشي ما مسوقش يسافر يخدم ينوض مع الصباح كدا حتى يتشد، كتلقى كيتوسخ له الدوسي. ملي كيتوسخ لك الدوسي كتلقى عندك الاوكو تي اف مثلا بحال هذا القانون دابا هو جا، كتلقى السيد ما يقدرش يدير الوراق. علاش؟ عنده الوسخ. بسبب اش؟ بسبب هذيك يقولك لا انا راه عندي العائله في المغرب، وراه عائله راه عارفينك حارك اخويا، اسمح لي راه العائله ديال عارفينك راك حارك، راه ما عارفينكش عندك الوراق. منين يكون عندك الوراق هذيك الساعه ويهز معاهم المسؤوليه صيفط لهم كذا، ولكن في هذه الحاله هذه راه حتى هما خصهم يقدروا لك الظروف، ماشي غادي يصيفطوك التهلوكه حتى تلقى راسك. علاش دابا والله الا كنشوفهم انا يوتيوبرز عاد يوتيوبرز بلا وراق دايرين القناه، كاين واحد في اسبانيا كاين واحد في السويد كاين كذا، كنت كنشوفهم يعني تتلقى يوتيوبر يعني هو كيعطيك النصائح هو بسبع سنين تم سنين بلا وراق، هو كيعطيك النصائح ولكن هو ما مستفدش من النصائح ديالو. ولكن انا لا ماشي بغيتكم من هذا النوع، هذا تكونوا يعني من النوع لا خصكم تاخذ واحد القدوه ديال واحد جا قد المساله ما فيها عيب، راه ماشي حسد ولا لا، بالعكس راه ماشي حسد تحسد بنادم، ولكن كتقتدي بواحد الانسان شتيه مثلا كتسولو تتقول اخويا كي درتي الاجراءات الزواج ما فيها عيب، يقول لك اخويا اجراءات الزواج خويا كي كدبر الخدمه، كيقول لك خويا راني كنخدم مارشيات كنديباني كذا كدير بحالو، خويا كيفاش نتعرف على شي بنت، كيقول لك خويا راه منا راه ماشي ديما السلبيات، راه كاين الايجابيات. قلت لكم بزاف ديال كاين واحد خدا الوراق في اسبانيا راه معروف كاين عايش في برشلونه بلا ما نقول لكم السميه ديالو، كان دافع الدوسي ديال الوراق ودخل وساك الطوموبيل، راه الا شفتوا الفيديوهات ديالو ساك الطوموبيل بلا بيرمي، يلا شدو طاق ضربو لقى السيد الله كيدير في الوريقات، يلا لقى راسو محكوم بغرامه ماليه ما ديال ما شحال ورجع للمغرب الترحيل. بسبب اش؟ بسبب الزغال الخاويه سكرا وسوقان بلا بيرمي. لا اخوتي سوق منين دير وريقاتك سوق جري نقز، ديك الساعه راه مسؤول على الافعال ديالك، ولكن ملي تكون اخويا ما مريكلش حاول تسمع الناس اللي سبقوك، حاول تتبع الناس اللي سبقوك هنايا، راه ماشي انت جاي لاخر بغيت تدير فيها صافي راك ولد هنا ولو كبرتي هنا. حنا كنبقاو اجانب اخوتي وكنهضروا مع الناس الاجانب اللي ما عارفينش، اما ولاد هنا راهو ما يوريوك شي حوايج انت ما عمرك سمعتي فيهم. خوتي كنتمنى الفيديو يكون فايدكم وتحياتي ومع السلامه، والبارطاج والكومونتيرات و اليك فرنسيان فرونس انستغرام ديالي، ولا بغيتي تدخلوا عندي تيك توك مرحبا بكم، مع تحياتي مع السلامه.